رسائل مهمة يحملها المؤتمر الأول لصندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية تختزل خصوصية النسيج الثقافي والحضاري السوري، وتؤكد على أولوية دعم الشباب كخطوة أساسية لبناء المستقبل. هذا ما ورد في حديث السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة لبان مشوح للمركز الأنطاكي الأرثوذكسي للأعلام خلال فعاليات مؤتمر تفعيل دور الشباب في العمل التنموي. رسالة هذا المؤتمر في غاية الأهمية. أولاً، هذا مؤتمر تنظمه طائفة كريمة تشكل جزءاً أساسياً من مكونات المجتمع السوري ونسيجه الثقافي والفكري والعقائدي الديني. هذه الطائفة ترسل رسالة إلى العالم بأنها فاعلة وأنها تحتل المكانة العريقة والأكيدة والثابتة التي تليق بها في بناء المجتمع وبناء المستقبل. ثانياً، العناية بالشباب وبالمبادرات الشبابية وبتمكين الشباب لبناء المستقبل هي أولوية للدولة السورية اليوم، كما هي أولوية في كثير من بلدان العالم التي تسعى تتطلع لاستشراف المستقبل. هؤلاء هم حملة الراية في الاقتصاد، في السياسة، في قيادة المجتمع، في التنمية المجتمعية ككل، في الثقافة. بدوره، أشار السيد وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم إلى أن الرؤية التنموية للصندوق تقدم للشباب رسالة البقاء في الوطن من خلال تمكينهم في سوق العمل. هذا المؤتمر يعطي رسالة للشباب، وخاصة من خلال رؤيته التنموية من أجل استقرارهم في البلد، دعمهم من خلال منحهم قروض إعانات مالية من أجل تمكينهم بسوق العمل لاكتساب مهنة معينة في هذا المجال. والجامعات السورية ووزارة التعليم العالي دائما تدعم الشباب من خلال المشاريع التنموية، ونحن محدثين برامج بجامعاتنا، المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة الجامعات ضمن برنامج ونظام تعليمي، نظام التعليم المفتوح. تجيع الشباب وإتاحة الموارد لهم في هذا التوقيت الصعب لإعادة النبض للعملية التنموية ركيزة أساسية يوفرها صندوق التعاضد. هذا ما أكده السيد عادل العلبي محافظ دمشق في لقائنا معه ضمن فعاليات المؤتمر. وحقيقة هذا المؤتمر مهم جدا بمرحلة فيها يعني حصار اقتصادي ووضع مالي صعب. تشجيع الشباب اللي هن ركيزة من ركائز المجتمع وثروة من ثروات هذا الوطن، تأمين فرص عمل، تشجيعهم لمشاريعهم الصغيرة أو المتناهية الصغار، تأمين الدعم المادي لهم لاستمرار مشاريعهم. في بعض المشاريع لشبابنا تعثرت بفترة من الفترات، فهذا بيؤدي إلى استمرار هذه المشاريع وتأمين مشاريع صغيرة جديدة تساهم ب يعني مساهمتهم في بناء المجتمع في مرحلة إعادة الأعمار، تأمين فرص عمل لهم، تأمين موارد لهم ولأسرهم. ولأن نجاح التجربة وتحقيقها لأهدافها يقاس بنتائجها على الأرض، عرض مجموعة من المستفيدين من منح ودعم الصندوق نماذج حية عن مشاريعهم ليقدموا تجارب ملهمة لغيرهم من الشباب تحفزهم على البداية من جديد والتمسك بالأمل. تعرفت على المشروع عن طريق الكنيسة، وكان المشروع عم يدعم الأفكار الإنتاجية، فدغري خطر ببالي مشروع إنتاجي هو تربية الأبقار. اللي دعمني كمان إنه شريكي عنده المقومات اللازمة وأنا عندي الأفكار، فاجتمعنا سوا شراكة وأسسنا هذا المشروع. دعمنا كتير المشروع وخلانا يعني هيك نرجع نستعيد الأمل وهيك نتنفس شوي، وحسينا إنه في شيء خاص فينا عم نساويه يعني لدعم كمان اقتصاد البلد. اسمي شادي زينة، المشروع باسمي وباسم مدام تيرولا رولا الراعي. نحن المشروع يعني كانت فكرة مرتي لأنه هي خريجة فنون جميلة، أعمال يدوية وزينة ومناسبات، حفر على الخشب، ريزين، شمع، وأشغال يدوية من مواد ممكن إعادة تصنيعها مثل ورق مثل البلاستيك. كان عندنا الفكرة بس كان ناقصنا شوية تمويل. الصندوق الحمد لله يعني قدر يعطينا الدعم لنقدر نبلش وننطلق، وهلا الحمد لله يعني شوي شوي كل يوم احسن من اللي قبل.
زندو لعب دور كتير كبير بمشروعنا، لأنه نحن كانت الفكرة قديمة جدا بس بحاجة لدعم مادي. هلأ حاليا نحن شوي شوي عم نبلش، بدنا نكبر أكتر بإذن الله عن طريق هذا المشروع. الصندوق أعطاني دعم كتير قوي، مو بس ماديا معنويا، لأنه آمن بالموهبة تبعنا. فتحت مشروعي تنفيذ الأزياء، أنا كان عندي مشروع صغير بس كنت وصلت لمرحلة بسبب تضخم الأسعار يا بدي أغلي أسعاري يا بدي سافر صراحة وسكر. إذا بدي أغلي أسعاري بدي يخف الطلب عندي، رجعنا لنفس النتيجة. كان الحل الوحيد اني انا شو اعمل، اني كبر المنتج، كتر الانتاج لحافظ على نفس المستوى. دعمني الصندوق بهذا المجال ومنه بشغل عندي كوادر، يعني علمهم ودربهم عندي ويطلع انتاج حلو وظريف يناسب متطلبات المجتمع بشكل عام واسعار معقوله. عملت مشروع الخير لتربيه الابقار، الحمد لله يعني بدانا من حوالي 3 شهور. واجهتنا بعض الصعوبات مثل المحروقات، يعني هلا اكثر شيء محروقات. الحمد لله نحن عم نحاول ان يعني نطور حالنا بانتاج الحليب تبعنا لنصنعه لحتى نوصل تقريبا للربح الكامل. الحمد لله الصندوق دعمنا معنويا وماديا وقدموا لنا مبلغ كثير منيح حسب الدراسه اللي انا عملتها. جبنا الأبقار وجبنا الأعلاف اللي تكفينا وأمورنا إن شاء الله إن شاء الله منيحة. أنا المدام كلير، أنا مدرسة بذات الوقت ومربية بنات. أنا قدمت على المشروع كرمال أنه طور من شغلي. أنا عم بشتغل بالأعمال الفنية اليدوية للمناسبات، للأعياد الميلاد، للديزاين، للديكورات بالمناسبات. كان بدي شوية دعم لأنه لحتى أقدر شوي طور بشغلي أكثر. الحمد لله أنه نشكر الله أنه تعرفت على فكرة التنمية والتعاضد وقدمت على الجمعية، والحمد لله أنه قبلوا المشروع وساعدوني بالموضوع وأمنوا لي المبلغ اللي أنا بحاجة له. هلأ أكيد هذا الشيء كتير بيساعد وخلانا ننطلق أكثر، يعني أنه خلى شيء توسع أكثر الأفكار تنطلق، نقدر أنه نسوي شيء بأنفسنا نحن.